أنا أول مرة اشتغلت وأنا في ثاني متوسط. زمان كان مكتب العمل يسموه، لما تبدأ الإجازة الصيفية نروح لمكتب العمل. مكتب العمل يوجهك المكان. فأنا اشتغلت على مدى سنتين. السنة الأولى اشتغلت عند البترجي، لصيدلية البترجي للأدوية، فكنت تسعير الأدوية كان يدوي، فيجي السعر يخلوني أحط الاستيكرات على العلب وأسعر الأدوية، يجون المندوبين يأخذون أدوية، أنا فقط شغلتي أسعر الأدوية وأضعها في الكراتين لمدة 3 شهور الصيف هذه. أصحى الصباح أروح أشتغل إلين الساعة 5. أظن المرتب إذا ما أنا واهم يمكنه 200 ريال كعمل. بعدين اشتغلت في التأمينات الاجتماعية مدخل بيانات. احنا كان وقتها بدأ نظام الساعات، فصرت اشتغل انا بالتأمينات الاجتماعية مدخل بيانات. مدخل البيانات مو زي الحين، ما تحس ما تسمع شيء، كيبورد لذيذ، كان كأنك تشتغل في مخرطة، لأنه تخريم الكروت للتخريم، ما أدري أنت مريت عليكم ولا، فيها خروم، فكنت تسمع كأنك في ورشة. طبعا أنا أكون بالليل مذاكر، ما نايم إلا مأخر، وقايم الصبح بدري، يعني وتجي تبي تشتغل، أبي أشتغل أنا للساعة كم؟ أبغى أشتغل إلى الساعة 8 بالليل. فكان فيها المين فريم هذه أجهزة الكمبيوتر يحطون لها تبريد عالي، فإحنا كنا مجموعة كل واحد يسرق له ساعة، طبعا جايبين الحاف لأنه درجة الحرارة يمكن 5 علشان الأجهزة، فنلف وراء المين فريم دي الأجهزة الكبيرة وناخذ النغطة.